زي طيب ما قلت لكم في الانترو ان في مجموعه كبيره جدا من اللعيبه الناشئين هتصعد الفريق الاول عندنا يوسف حسن اللي من اللي جاي في صفقه يعني اعتبرها الكثير صفقه مميزه جدا عبد الرحمن علي بيلعبوا في 2003 الاثنين شاركوا في تدريبات الفريق الاول اللي بدا منذ يوم السبت الماضي وطبعا بيشارك اللاعب يوسف حسن مع 2003 بطوله الجمهوريه للناشئين طبعا دي بعض اهداف ليوسف حسن مهاجم 2003 من اللعيبه المميزين جدا مهاجم مستقبل ان شاء الله بجانب طبعا حاتم سكر زين الايسر مواليد 2001 حسام اشرف محمد حسام بيسو ومحمد طارق وجاءت مشاركه هذه المجموعه طبعا من اللاعبين نظرا للاصابات في الفريق الاول وانضمام البعض آه لمعسكر المنتخب الاول المقام حاليا استعلان لمواجهه بلجيكا في دوله الكويت الشقيقه طب كده خلصنا اخبار القطاع الناشئين هنروح بقى للبراعم البراعم طبعا بالتاكيد كانت زي ما حضراتكم في البدايه كانت نتائجها اكثر من رائعه آه انطلاق طبعا دوري براعم الجيزه آه هناك نتائج متميزه جدا لفرق آه براعم نادي الزمالك مواليد 2011 بقياده الكابتن علاء فوزي آه على نظيره وراء الحضر بهدف دون رد واحرز الهدف محمد محسن طبعا شفنا محمد محسن الهدف اللي جابه ولما شال التيشيرت وجاب صوره والدته المتوفيه طبعا بالتاكيد محمد محسن ربنا كافه بهدف جميل والحقيقه يمكن ان شاء الله يكون ضيفنا الفتره القادمه محمد محمد اللعيبه الموازين جدا 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 وعنده ان شاء الله باذن الله طموحات كبيره جدا داخل القلعه البيضاء في نفس البطوله ايضا تخطى فريق البراعم مواليد 2012 بقياده مدربه احمد علي فريق وراء الحضر ايضا احمد عبد الله عفوا فريق وراء الحضر برباعيه نظيفه احرز الاهداف كل من يوسف عادل ويوسف ايمن وعز الدين احمد وياسين احمد 2013 بقياده مدربه كابتن طلعت منصور فاز ايضا على وراق الحضر بسباعيه نظيفه ضمن منافسات الجوله الاولى لبطوله الدوري الجيزه براعم سجل ممدوح محمد اربع اهداف سوبر هاتريك ما شاء الله ومازن حسن وسليم وائل وبهاء ابراهيم كل منهما هدف. طيب 2009 الحقيقه كانت مباراه يعني كبيره جدا بقياده المدرب الكابتن ايهاب رفاعي وفاز على العياط بنتيجه 11-0. ليا كلمه في نهايه التقرير ده عن البطوله دي نفسها و و و و و وكلامي لمنطقه الجيزه او اتحاد الكره عموما يعني. 11-0 طبعا احرز اهداف كل من احمد صفوت خمس اهداف. احمد ابراهيم ثلاثه هاتريك احمد لملوم وياسين احمد ووجيه احمد كل منهما هدف 2010 البقاد المدير الفني الكابتن عصام هلال على فاز على وراء الحضرة عند بخمس اهداف سجل كل من ياسين مصطفى هدفين واحمد علي وعمر رضا وادهم عادل هدف